ليش طلعت على وجهك القمري وقف قلبي المرتاب وانا بين رمشك والهدب من يقديني تلفتك ورهبات عيونك هي الأسباب تخليني يوماني بقايل تخليني الله 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 عليك مبدع فيصل مبدع مبدع الله يطول عمرك ما شاء الله تبارك الله عاد موهبتك دي لا تدفنها لا تدفنها بعد البرنامج راح تسمعون أعمال إن شاء الله كثير